الغرب بيحاولوا يعلموا الناس حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا من أكتر من 1400 سنة، ويعملوا لها كورسات وكتب وتدريبات وحاجات كتير جدا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الامتنان بالمفهوم الإسلامي، وهو أن احنا نتدبر في الكون وأن احنا نشكر ربنا على كل النعم اللي موجودة في حياتنا. هاي شجر، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. هدخل في الموضوع على طول، وهنقول بقى كده تعريف الامتنان. مفهوم الغربي هو شكر وتقدير الأشياء اللي موجودة في حياتنا والأشخاص والتجارب، وإن احنا نعرف قيمة الحاجة اللي عندنا ونقدرها، احنا قد ايه محظوظين بيها. وطبعا الامتنان بالمفهوم الإسلامي إن احنا التقدير وشكر الله والتدبر في خلقه والتدبر في كل حاجة موجودة في حياتنا، وان احنا نشكر ربنا على النعم الصغيرة قبل الكبيرة. في الغرب بيصدروا فكرة ان احنا اول لما نصحى الصبح ونلاقي الشمس طلعت كده ونهدى كده ونشكر ربنا على ايه؟ على نعمة اليوم الجديد. احنا لو لقينا ركنة في يوم زحمة نمتن جدا الركنة اللي لقيناها، وان احنا نقعد نتأمل ونسترخي. فاصلا احنا الموضوع ده عندنا، ان احنا لازم نشكر ربنا على كل نعم حياتنا، والموضوع ده اللي فوائد كتير جدا 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 بيحاولوا يقولوها في كتبهم ويطبقوها ويعملوا لها تدريبات وناس بتعلمها ويوجا وتمارين يوجا وتمارين كده. واحنا اصلا المفروض الحاجة دي تبقى عادية عندنا جدا. بيقولك في الدراسات اللي الغرب عملوها الناس اللي مش مسلمة، وجدوا الامتنان بيحسن الصحة العقلية، بيحسن الصحة النفسية، بيعزز العلاقات وبيوطدها جدا وبيقويها، لان انت ما تلاقي حد عملك حاجة حلوة بتشكره وبتمتني ليه. لما بتلاقي ركنة، لما بتبص للنعم اللي حواليك، بتبص على اليوم الجديد، كل دي حاجات كمان بتزود الانتاجية وبتزود الاحساس بالايجابية. بيمتنوا جدا لكل يوم جديد، لأكل الشرب، لكل حاجة بتحصل في حياتهم. وبيعملوا تدريب للامتنان، ان هم يمرنوا نفسهم ان هم يبطئوا حركتهم شوية ويحسوا بوجود كل حاجة حواليهم، الامن، الامان، السكن، الاكل، الشرب، كل حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من 1400 سنة: من كان امنا في سربه عنده قوت يومه كأنه حاز الدنيا بحذافيرها. وعلمنا ازاي ان احنا نشكر ربنا وان احنا نحمده على كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا. في بقى طرق لممارسة الامتنان طبعا الغرب ذكرينها، فاحنا ناخد منها اللي يناسبنا طبعا، ونسيب اللي ما يناسبناش، ونطبق الحاجات دي في حياتنا هتفيدنا كتير. بيقولك طرق لممارسة الامتنان: ان انت تكتب كل يوم 3 حاجات حصلت لك بتشكر ربنا عليها. طبعا هما بيقولوش بتشكر ربنا عليها، لان في منهم طبعا يعني هما مش مسلمين بس ملحدين، او يعني عارفين ان في ربنا، وفي ناس ملحدين خالص اصلا مش مؤمنين بالموضوع ده اصلا. بس هو عموما يعني هما بيقولوا لك ان انت كل يوم تكتب 3 حاجات انت ممتن ليها: ممتن ان انت في يوم صعب اليوم خلص وعد على خير، ممتن ان انت لقيت ركنة في يوم زحمة، ممتن على نعمة البصر، نعمة السمع، نعم كتير جدا موجودة في حياتنا. تكتب 3 نعم كل يوم، طبعا تتأمل وتقعد وهدوء، وفي ممارسة اليوجا والحاجات دي. طبعا احنا عندنا الصلاة، لو صلينا بالراحة وبهدوء ده هيبقى جزء من شكر ربنا. طبعا الامتنان والصلاة فيها شكر ربنا وحس بسكينة، وبرضو ان احنا نركز على الحاجات الصغيرة الكويسة اللي بتحصل في حياتنا. فالامتنان حاجة مهمة جدا جدا جدا، لازم تبقى موجودة في حياتنا، ولازم نفتكر ان احنا نشكر ربنا كل يوم على اليوم الجديد وعلى النعم كتيرة اللي حوالينا، على نعمة الامن والسلام وعلى كل حاجة موجودة في حياتنا. الناس دلوقتي في حرب والحالة صعبة، انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، بس ندعي لاخواتنا ربنا يصبرهم ويقويهم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.